14 آذار كما نراه ونريده ليس عنواناً لساحة، إنه دعوة لنكون كلنا وطن واحد اسمه. نريده وطناً، نريد أن نكون شعباً، لا نصف شعب هنا ولا نصف شعب هناك. إن وطناً نصفياً لا يعيش، وإن وطناً لا يسمع نصف صوت الشعب اللبناني، قدره أن لا يعيش طويلاً. نريد أن نكون لبنانيين وطنيين أحرار. رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون. الله معكم. يا شعب 14 آذار، يا شعب لبنان، أولاً الساحة التي تجمعنا اليوم ساحة الحرية والكرامة الوطنية، نريدها مساحة لبنان، ونريد الوطن على صورتها، ألواناً متنوعة وإيماناً متعدداً، في ظل علم واحد وفي كنف دولة واحدة، بدستور واحد وقانون واحد وولاء واحد. نريد شعباً لبنانياً ينبض قلبه حياً ووفاء لبنان، ويذخر عقله فكره بناء وإرادة طيبة وتضامناً في كل الأوقات على تعددية مكوناته واختلاف اقتناعاته السياسية. ولكن كيف السبيل إلى ذلك والمواقف أكثر فأكثر على طرفي نقيض؟ فالفرق شاسع بين ما نطمح له نحن وبين ما يخطط الفريق الآخر ويعمل على تحقيقه. بيننا وبينهم تناقض الأهداف وتصادم النيات وتختلف الوسائل. يتكلمون على قدسية السلاح ونحن على قدسية الوطن وثوابته. ينشزون انقلاباً تحت وطأة التهديد بالسلاح، فنرد بالتصميم على معارضة ديمقراطية. يرفضون القرارات الدولية التي تدين الإجرام، بينما يستفيدون من أخرى تحمي ظهورهم من العدو ليتسنى لهم استعمال سلاحهم في الداخل بوجه المواطن اللبناني. يصرخون بانتهاك الميثاق وقواعد اللعبة السياسية فوزنا في دورتي الانتخابات النيابية، فنقابلهم بالتعلق بمسلبات الوطن وبالاحتكام إلى صناديق الاقتراع. يخونون ويخوفون ونواجههم بالموقف والكلمة. تفسد منوراتهم بالقمصان السود داخل بيروت فجر لبنان وصيغة الشراكة، فنصد بوثيقة حدودها الدولة والقانون. يخططون وينشطون في حوالك الليالي، ونعمل في وضح النهار وفي العلن. يعتقدون أن بسلاحهم والتحاقهم بالمحور السوري الإيراني سيسيطرون على لبنان، ونؤمن أن لبنان سينتصر على كل هيمنة كما فعلنا بال2005. لذلك لهؤلاء ولحماتهم الإقليميين نقول لا للسلاح خارج الدولة ومؤسساتها، لا للبنان الساحة وصندوق البريد وورقة التفاوض، لا لجيش حزبي فئوي رديف للجيش الشرعي. نعلم جميعاً أنه ذراع عسكري لإيران واحتياط استراتيجي لخططها وحساباتها. لا لعقائد مستوردة تفرض على اللبنانيين أو على أي فريق أو فرد منهم وتضغط للتسليم بها،
ولا للدويلة وأدبيات والأدبيات وممارساتها، لا لثقافة الموت والكراهية والنبذ وهز الأصابع، لا للسلاح في الحياة السياسية كوسيلة لتغيير معادلاتها وقواعدها، لا لاستباع لبنان أو إلحاقه بأي محور خارجي، لا لتحدي المجتمع الدولي والخروج على الشرعيتين العربية والدولية وقراراتهما. نعم للدولة المدنية الحديثة الحرة السيدة التعددية العادلة. نعم لمرجعية الدولة الحصرية خصوصاً في مسألتي السلاح وقرار الحرب والسلم. نعم للقرار اللبناني الحر من ضمن المؤسسات ووفق الآليات الدستورية. نعم للمناصفة بين المسيحيين والمسلمين وللعيش الواحد الحر الكريم. نعم للبنان أولاً وثوابته ومسلماته. نعم للتغيير ولتداول السلطة بالحوار ومن خلال صناديق الاقتراع. نعم لثقافة الحياة والمحبة والمسامحة والتفاعل الإيجابي واحترام الآخر. نعم للشرعية الدولية وقراراتها وللمحكمة وأحكامها. نعم للانفتاح والاعتدال والتطور والإعمار والازدهار. أيها اللبنانيون واللبنانيات الأحرار، المسيرة مستمرة حتى بلوغ أهدافها، مستمرة لأننا أوفياء للشهداء، مستمرة بعزمنا الذي لا يكل وإرادتنا التي لا تلين. فيد بيد وكتفا على كتف نمضي في نضالنا، فنجعل شهدائنا يفخرون بنا كما نفخر نحن بهم، ونبني الدولة المدنية القوية العادلة، ونحافظ على الميثاق، ونحقق كل الأمال التي تخزنتها ثوابت وطننا. وسيكون النصر حليفنا، فللباطل والظلم جولة، ولنا موعد دائم مع التاريخ. لتحيا ثورة الأرز، لتحيا قوى 14 أذار، وليحيا لبنان.